الحولي 26/5/2012. شو بتحكينا على اللي صار معك خالي؟ صار معي زوج واحد بيت، واحد وقف برا وواحد جوا. أول شيء وقفوا برا، قال مين؟ طلعت كنتي وبنتي. قالوا لي والله ما عندنا حد، ما بغير الزلوم، هو ما زلومنا، ما نهم، ما بغير النساء، النسوان نحن أولادنا. ولا واحد وقف برا وواحد فوت لجوا، من فوت لجوا حصر بالزاوية، بالزاوية حصروا صار رشانيه. هو هيك طار ملتها هيك، وانا وقفت ورا الباب يعني يكون ملتفت هيك يشوفني. كم واحد هني اولادكم اللي ما استشهدوا؟ اولاد بنت اربعه، اولاد كانت مصطفى بن حسن السطو، اولاد عمنا اربع، ومرته وفراس، اولاد عمه ثلاثه، اولاد عمه ثلاثه، شعلان مرته واولادها كلياتهم ماتوا، كل عائلات حيه، كل عائلات مين واحد بنفس الحال، واحد مرته وجوز وفراس. ما عم نحكي على شخص واحد، لا على شخص واحد ما عنده شيء، سعر بسعر اللي ماتوا كنا جميل واحد. بدنا نكفان كفنان، ما حد يدافع يا عالم. مش راشد والله، مش راشد والله، مش راشد والله. الحولي 26/5/2012. هذا حرق وسجل زيتون، لسه ما طب قصتني ولا عم يقضون لي. عدغنا البقر والغنم، عدغنا خمس بقرات يا ياسر، خمس بقرات حرق على المحلب اللي حرقوها او رش عليها. يا ولا خلوا لنا بيوتنا، لسه بيوتنا بيحرقوها. 100 واحد اجوا، 100 هي كانوا اثنين، 100 واحد حسبي الله ونعم الوكيل. 100 واحد من عائلتنا راحت، 100 خيي. شو اسم عائلتكم؟ شو ذنب انا لاطفالك؟ شو ذنب انا لاطفالك عم بتشرد؟ شو ذنب انا لاطفالك؟ شو ذنب كل اولاد العمه عبد الرزاق لحرق 85 شخص؟ كل الشبيحه اللي نزلت قدرتهم الشبيحه لابسين مور تبويه بس من الماء، لا عم نتخدم نقابه من الفلاح، نقابه من الفلاح يا عم نضال. الشبيحه اللي نزلت لابسين مور اسود اسود، بزعوات الرياضه عم تضربوهم. الشبيحه اللي جبناها لا صورنا، بس بين نطلع ما نطلع علينا. أين أنتم أيها العرب؟ أيوة عرب، وين العرب؟ نشوف العالم بشد من البيوت، وين العرب؟ العرب موجودين، وين العرب؟ بدنا نذبح المسلمين واحد واحد. عم يبعثونا هذول المراقبين من هون، دغري هن بيروحوا من هون بكونوا قصفونا لبيوت منهم. هاي صاحب الشارع غيروا لنا، بيقطعوا بيقصفونا لبيوت.